السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. شوفوا هنا عندي 4 ديال البويضات نقاس بواغ، نقيتهم وغسلتهم وقطعتهم طريفات صغار، تنحطهم في هذاك البلا اللي كيدخل الفران، ونزيد عليهم 100 غرام ديال اللوز مطحون، ونزيد عليهم الشوكولات مهرس، هكا كيتباع مهرس بلا ما نبقاو نهرسو. وهنا في الصلادي نحط 100 غرام ديال السكر، 200 غرام ديال الفرينه، و 100 غرام ديال الزبده، نخلطهم مزيان. كاين اللي كيزيد فيهم معلقه القرفه، وهنا مع كاين اللي ما كيبغيش القرفه، دونك غندير فيهم الفاني. ها هو ندير فيهم معلقه ونخلط داكشي غير بالصبعان. يلاه يلاه حتى كلشي كيدخل في كلشي، ومن بعد نبدا نحط فيه من الفوق، هاكا من الفوق كله من الفوق، ندخلها للفران حتى كنشوفها تحمرات مزيان طابت، وكنخرجها كتجي غزاله. وهذه مشيت نشريها حتى هي، غادي تطلع عليا بزباله الفلوس. اي بون ابيتي.